انتما كيف كتشوفوا غادي ناخذوا واحد الوريقه بحال هيدا. هذه راه فيها جوج، حنا غنعملوا غير وحده لان ما خصناش يجينا داكشي مخبز بحال هيدا. نعملوا بحال هيدا، انتما تبعوا معايا الطريقه راه ساهله. هذا الطريطفات ديال الجبينه حتى حاجه ما كتضيع، نعملوها بحال هيدا. كنعملوا هيدا، شوفوا ها كنجمعوا الجوانب، كنعملوا هيدا هيدا، وكنبداو ماشيين هيدا هيدا. كنجيو من هنايا، كنجيو من هنايا اللي ديجا عندنا هنايا شويش ديال الطحين مع الماء، كنعملوا هذا طريط في هيدا وكنعملوا هيدا. ها هي كتجي، يا سلام. هنايا انا ديجا السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه مملحات، لان فحال اللي كنقول لكم يعني حنا دائما ضمن سلسله ديال الوصفات والوجبات والمملحات وكل شيء اللي هو كيخص شهر رمضان المبارك. على داكشي اليوم قررت انني غادي نعمل لكم اليوم واحد المملحات اللي هما ساهلين وماهلين، ساهلين اسهل ما ياكل. هالمملحات هما نعم سيدي هما القنامط، كنعيطو لهم حنايا القنامط ديال لي سيغار، لي سيغار ديال الجبن. الجبن اللي هو هذا هذا نورمالمون كيكون ديال هولندا، ولكن دابا ما كاينش لينا الحدود مجدودين، يعني كاين غير واحد دابا كيجي على طريق العرايش. بالحق بالنسبه انا دابا جربته وعاود جربته، يعني خرج لي مزيون. على داكشي انا قلت انا هاد النوبه هذه غادي نضطر انني نصوره لكم وتشوفوا كيفاش كيجي غزال. وهاد المملحات انا بعدا بالنسبه لي وللي ولا لولادي كيحماقوا عليهم، لان كيجيو مع بزاف ديال المسائل. كتقدر تعملو مع الحريره، كتقدر تعملو مع السوبا، هما كيجيو مع السوبا بزاف. السوبا لان السوبا الخضره كتواتى بواحد الشكل غريب وعجيب، كيتواتى مع الفرماج. يعني انا هادو كيجيو مع الفرماج مع السوبا كيجيو غزالين. وتقدروا تعملو مع بزاف المسائل، تقدروا تعملو داك الدجاج محمر وتزوقوا بهم، تقدروا تعملو بهم ديك لي فريتور دو بواسون اللي كنعملو، ديك الفروت داك الفواكه البحر، يعني الحوت ملي كنقليو واحد النوعيه بزاف الحوت كنقليو نزوقوا بهم، يعني كيجيو مزيونين. انا هنايا هاد البره هذه، حنا كنقول لها كيسو دي بره، هاد البره هذه كتخرج تبارك الله خير ربي خير ربي خير ربي. انا بحكم انني عملتها وعملتها وعملتها تقريبا بين 300 حتى 350 حبه من هاد البره هذه. هاد البره هذه فيها جوج د الكيلو، ها هي كيف كتشوفوها هنايا، ها هي فيها جوج د الكيلو كتعمل هذا. بالنسبه للثمن هو كيختلف بين منطقه واخرى، على حسب. انايا شريتها ب 120 درهم. انا كنقول لكم زعما جميع المعلومات اللي تقدر تخصكم هذا، يعني كنشريها انايا شريتها دابا هذه تاع العرايش شريتها ب 120 درهم. انا قلت لكم كتخرج بين 300 حتى 350 درهم. اش غادي نقول لكم؟ الا جيتو تحسبوها عمليه حسابيه، يعني الناس اللي كيبغيو يعملوا المشاريع وديكشي، انا كنشوف حيت انا نورمالمون ملي كنشريهم من الحانوت كنشريهم بجوج دراهم من السيجار من القنوطه. هنا الان بالنسبه هنايا حنا من انا ملي غنعمل لها عمليه حسابيه هي سهله، هذه كتسوى 120 درهم. الورقه كنعملوا لها كتدي هذه بين 2 كيلو ونص حتى 2 كيلو، المهم بين 2 كيلو ونص 3 كيلو لارو، يعني نعملوا حنايا 50 درهم. يعني الورقه حنا عندنا 20 درهم للكيلو، يعني 170 درهم. نزيدوا لها واحد 2 لتر د الحليب د الزيت فاش غتقلى. اش غادي نقول لكم؟ 2 لتر د الحليب حنا نحسبوا 1000 فرانك الزيت، يعني 2000 فرانك، يعني نحسبوا حنايا 200 درهم. 200 درهم كتخرج لنا بين 300 و350 حبه، يعني خاي 350 حبه ولا 300 حبه في 2 دراهم شحال كتسوى؟ يعني كتسوى بين 700 درهم حتى 600 درهم، يعني بين 600 و700. وحنا التوتال القوام اللي دخلناهم هو 200 درهم حتى 250، حنا نحسبوا 5 لتر د الزيت. ولكن فعلا راه كيطيحوا اقتصادي وكيبقاو في الكونجيلاتور، كيبقاو غزالين وصالحين ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. المهم ما نطولش عليكم في الهضره، ننتقلوا على بركه الله للطريقه. كما قلت لكم كنشبر هذا الفرماج، هذا الجبن هذا اللي كيف ما كتشوفوه، كنبداو نقطعوه بهذه الطريقه هذه. ها انتم كنقطعوه هيدا، انا كنوصل لكم كيفاش تشوفوا كيفاش غتقطعوا. هيدا ها هو السمك ديالها كيفاش كيكون، عاود ما نعملوش رقيقين وما نعملوش غلاطين، لان هادو تبارك الله كنعملهم من الدار، يعني ماشي نرفرح كبير لان خصنا نرقوا يدينا ولا هذا. كنعملوا هاد القضيه هذه هيدا، كنقطعوهم هيدا ستيتوين ستيتوين ستيتوين، ومن بعد عاود انا غنوريكم كيفاش الطريقه اخرى كيفاش غادي نقطعوهم عاود. شوف كنعملوا هيدا وكنبداو هيدا، شوفوا الطريقه هيدا
هايدا هايدا ونعاودو هايدا. شوف واخا يتقطع حنا كنسوديو هاد الفرماج كيتسودا هايدا. هانتوما بحال هايدا كيجيو كاملين هادا دي لاميل هانتو ودابا غادي نعملو عليهم شوج الصحتر وشوج ديال الابزار بيض. شوف كيف ما قطعناهم هنايا غادي نعملو شوج ديال الابزار هايدا الابزار ابيض ماشي الكحل باش ميجيوش منقطين. هايدا وغادي نعملو الصحتر الصحتر اللي هو سخون ومطحون ما عملناه بيدينا كيف ما كتعرفوا الطريقه ديال الابزار ديال الصحتر كنسحقوه بيدينا سحقه مزيانه باش ما كيجيوش غلاطين صافي. وكنبداو نحركو هيدا غير بشوش باش ما يتحركش وديك الساعه كنبداو نحربلوهم في الورقه الورقه اللي قطعناها على شكل مثلث انا غنوريكم كيف. شوف شي وحده لا بديت لا كيف ما سبق لكم وليتكم قبايل ها هو كيفاش مقطع انا غير باش نعاود لكم لان باش يجيكم الفيديو واضح صافي. هنايا كيف ما كنقولوا كنعملوا لهم هيدا هنايا راه كيف ما ولدتكم في الاول راه كنعملوا لهم ديك الابزار والصحتر هيدا هيدا وكنعملوا معاها ديك البيض الطحين والماء هيدا هيدا وكننزلوا في القجيار ديالنا ها هو صافي كتجي ساهله. وانا قلت لكم ها هو القجر كنعملوه تبارك الله كيخرج كيخرج خير ربي كتخرج صافي وما كاين ما سهل منها. انا كنقول لكم ما كاين ما سهل من هاد المملحات ولكن راه فعلا كيجيو رائعين جدا جدا جدا. هيدا كنجمعوا الجوانب دائما مزيان باش منين يكونوا كنقليوهم حيت كاين انا قلت لكم انا كيعجبوني مقليين واللي بغى يطيبهم في الفران راه طبعا راه كيجيو حتى في الفران كيجيو. انا شي مره ملي كيكون عندي الملح اخر كنكون غنعمل صينيه كامله في الفران كنشبر كنعمل المملحات اللي عملت كاملين حيت كل واحد انا قلت لكم كيعجبهم ماشي غير واحد المملحات كنعمل بزاف المملحات في الفطور يعني كنعمل اللي خصني الملح اللي خصني كامل هايدا وكنعملهم في الفران كيطيب كلشي مع بعضه. كنستسمح على الازعاج لان هي بنتي كتبكي ما خصها تنعس. المهم غادي نكملوا الكونتيتي ديالنا ومنين ساليو غندوزو نقليو ونشوفوا كيفاش كيخرجوا مقليين. هما ساليناهم الطبقات ديالنا كاملين هانتوما كتشوفوا طبقه بطبقه طبقه بطبقه طبقه بطبقه صافي. وكنرجعوا عليهم البلاستيكه بحال هيدا صافي وكنشدوه ملتهم كيتقلاو المقلا ديالنا هما يتقلاو غتشوفوا الطريقه ديالهم كيفاش كيجيو. بالنسبه للعافيه ها نتوما ماشي دي مجهده وماشي ماشي محنيه باش ما يشربوش يعاود الزيت وعاود باش ما يتلهفوش بالزيت. هما مورا ما ساليناهم كيجيو خطيرين وجميلين وشهيين بحيث واحد القرمشه فيهم سمعوا سمعوا يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المهم بحال اللي كنقول لكم بحال اللي كنقول لكم الى عجبكم الفيديو عجبكم المملحات ديالنا تلايكيو الفيديو تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء اللي باقي عاد اول مره كيشوف القناه ديالي فضلا وليس امرا تابوناو معايا في لاشين ديالي وتخليو لي تعليقات محفزه وان شاء الله راه عندنا واحد السلسله مزيونه ديال الحلويات والمملحات ديال رمضان يعني الحلويات ماشي الحلويات اللي كنقولوا الاعياد لا الحلويات يعني كل ما هي محلات بالعسل ومسائل ديال رمضان اللي هي سبيسيال ديال رمضان. وها نتوما كتشوفوا شوفوا 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 كي كيجيو رائعين رائعين ها نتوما مع ديك الصحتر فيهم كيجيو خطيرين جدا جدا جدا. ايوا مع السلامه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله قريبا دائما مع ليديز ابتسام مع سمايلين ساي شانيل.